لا يكاد يعلو ضجيج هذه المضخات إلا ويتبعه خرير المياه المنسابة على هذه الأرض الزراعية. هكذا أشرقت مزارع مديرية حيران شمال محافظة حجة خلال عام من استعادتها على يد قوات الجيش الوطني. فاستئناف المزارعين لأعمالهم مكنهم من إعادتها للحياة بمشاهد خلابة وإنتاج مختلف للمحاصيل الزراعية. مزارعين في حيران الحمد لله يعني عادوا لمزارعهم بنشاط وشغلوا المزارع بعد خاصة بعد الديزل عن أسعار مناسبة. يعني رجعوا في المزارع بجهد عظيم، والآن لو نظرت شرقا وغربا تجد الخضرة. تحررت المنطقة وسعت السلطة المحلية في المحافظة بالتعاون مع جانب من التحالف لتوفير احتياجات المزارعين الأساسية من مشتقات نفطية ومستلزمات زراعية، فضلا عن المواد الغذائية للمواطنين بعد أن منعت ميليشيا الحوثي دخولها من جهة مديرية عبس الساحلية. منذ أن تحررت قرى حيران والجعدة وهذه المناطق التي تتبع بني حسن ومديرية ميدي، سعينا جادين لتذليل الصعاب التي كان يواجهها المواطن، لأن الحوثي ما إن تحررت هذه القرى حتى قطع عليهم جميع المواد الغذائية التي تدخل من جهة أبس ومن المناطق الأخرى. تشتهر مديرية حيران بوديها الوسيع للتربة الخصبة ومياهه الجوفية الوفيرة، ما يجعله أحد أهم السلال الغذائية التهامية التي تصدر إلى جميع مناطق البلاد مختلف المحاصيل الزراعية. غير أن المزارعين الذين يشكلون أغلب سكان المنطقة اضطروا للتقليل من زراعة محاصيلهم لعدم توفر سوق لبيعها. أكثر من شخص يزرع بكمية محدودة، خائف أين يسوق منتجاته. الآن لدينا السمسم، يعني الجلجلان موجود عند المزارعين بكثرة وبجودة عالية، لكن أين يسوقوه لأن المنطقة محاصرة. لم تكتمل نشوة المزارعين بسبب انحسار تسويق منتجاتهم الزراعية إلا أن توفر المشتقات النفطية لتشغيل الآبار الارتوازية وإحياء أراضيهم الزراعية من جديد شكلت أحد عوامل الدعم الرئيسية لأبناء المديرية المتضررين من الحرب والفقر والنزوح. محمد يوسف لقناة بلقيس، محافظة حجة.